اسعد الله اوقات الجميع. صباح الخير باشمهندساني، كيف الحال؟ الحين رح نحكي على موضوع التصفيح الداخلي اللي رح يروح لماركت معروف تورس لتجارة الابواب المصفحة واستيرادها في مصر. الحين نتكلم مع حضراتكم. 4 عوارض حديد داخل دلفة الباب مثل ما انا شايفين، تصفيح لوحي فول سايز، 3 كالون، 1 خنجر اللي بنحط على الزاوية، والثاني العادي مع 5 مفاتيح سلسلة ديليفري. الحين يتم الحشو بالصوف الصخري اللي هو عازل للصوت تماما او عازل للأثربة وضد الحريق طبعا. الحين بس خليكم معنا على الفيديو حضراتكم، شوفوا معنا. طبعا تخانة الدلفة، دلفة الباب مع الشفة 11 سنتي. هي المرحلة الأولى لتجهيز الباب قبل ما نحط عليه الكفر تبع الخشب الغلاف. صنع بجودة عالية لصالح شركة معروف تور لتجارة استيراد الأبواب المصفحة في مصر من أرض المصنع، من مصانعنا من تركيا لصالح شركة معروف تور. ثم إغلاق دلفة الباب. طبعا ما ننسى 4 مفصلات، عدد 4 لدلفة الباب. 2 3 4 زي ما انتم شايفين. صباح الخير، صباح الجميع. عند المصنع من تركيا من الان تجهيز الابواب تماها صارت شركة معروف تور. عندنا هذا الموديل كمان ان شاء الله بعده رح ناخذه. عن وجه زي بعض. और ये छोटे दो रहते हैं ना, मैंने ना आपके रहा है।